وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 يونيو من كل عام، نظمت المحافظة الجنوبية الملتقى الأمني الافتراضي تحت عنوان نحو مجتمع آمن بالتعاون مع عدد من الجهات الأمنية. وفي بداية الملتقى رحب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بالمسؤولين والضباط من ممثلي الجهات الأمنية المشاركين في الملتقى، والذي عقد بحضور سعادة العميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظة الجنوبية. وبهذه المناسبة أشاد سمو المحافظ بالجهود المشتركة في مكافحة المخدرات وتعزيز الوعي الأمني وإبراز دور المسؤولية الأمنية والإجراءات التي تتم بتوجيهات من معالي وزير الداخلية في إطار تفعيل الأمن المجتمعي واحتضان المبادرات والبرامج الأمنية والتوعوية مع مختلف الجهات. وفي السياق ذاته استعرض العقيد محمد النعيمي مدير إدارة مكافحة المخدرات الجهود المبذولة في سبيل الرقابة ومكافحة الجريمة، مؤكدا حرص إدارة مكافحة المخدرات على التعاون المشترك مع المحافظة الجنوبية، فيما أشار الرائد حمد المهيزع إلى جهود إدارة مكافحة المخدرات في إقامة المعارض التوعوية في هذا الصدد. كما استعرض السيد علي أميني مدير برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان الجهود المبذولة وتغطية 45 مدرسة من خلال تقديم محاضرات توعوية لمكافحة المخدرات، مشيدا بالتعاون مع المحافظة عن طريق البرامج والمعارض التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وتسعى إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمع. واستعرض المقدم الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع الجهود الأمنية في مكافحة الجريمة، مشيدا باهتمام سمو المحافظ في متابعة كافة القضايا وحرص سموه على دعم البرامج والمبادرات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة. وفي ختام اللقاء عبر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره للتعاون الذي تبديه كل من مديرية شرطة المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبرنامج معا لمكافحة العنف والإدمان ودورهم الفعال في مجال تعزيز الوعي الأمني عند الأهالي، معتبرا اللقاء فرصة جيدة لتعزيز آليات التواصل والتعاون المشترك في إقامة اللقاءات الأمنية الافتراضية عن بعد.